فقط تعليق بسيط حاج، فقط تعليق قبل الأخ أبو عمر، فقط تعليق أحبتي على أن الصحابة سب الصحابة كفر أو ليس بكفر، دققوا معي، والكلام ليس للشيعة في المقام أيها الأحبة. تعالوا فقط إلى هذا الكتاب حتى نعرف في الحلل البرزية من تعليقات البازية، تعليق ابن باز على صحيح البخاري الجزء الثالث دار التدمرية، وتعالوا إلى صفحة 172، ماذا يقول ابن باز في التعليق على ماذا؟ على سب معاوية لعلي، سب معاوية لعلي، معاوية سب علي. هنا ابن باز يعترف يقول نعم معاوية كان يسب علي في صفحة، ثم ماذا يعلق؟ انظروا ماذا يعلق ابن باز، فيسأل ابن باز هل سب بعض الصحابة كفر؟ هل سب بعض الصحابة كفر؟ ماذا يقول؟ يقول دقق معي، سب الصحابة كلهم كفر، أما سب بعضهم فلا، سب بعض الصحابة فلا، لأنه يجوز لمعاوية سب علي، لأنه ابن باز يجوز لمعاوية سب علي. انظر انظر، قال وأما سب بعضهم فلا، يعني أنه يجوز لمعاوية سب علي ثم لا إشكال عليه، ليس كفرا. هذه عقيدتكم، هذه سب الصحابة بعض الصحابة كما يفعل معاوية لعلي ليس مشكلة. هذا ابن باز يجيز لمعاوية سب علي، جيد، ويقول ليس بكفر، هذا ليس بكفر، هذه عقيدتكم. نحن عندما نتكلم عن أبي بكر وعمر وعثمان تقيمون الدنيا، لكن عندما يصل الأمر إلى علي وأن معاوية كان يسب علي بن أبي طالب، يأتي ابن باز ويقول ما في مشكلة، لأن سب بعض الصحابة ليس بكفر، ومن سب البعض فلا، ليس بكفر. لماذا؟ لأن معاوية كان يسب علي. تفضل تفضل أبو عمر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم سامحت حيا الله كل الموجودين، حياك الله. أما إثبات أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أصحاب الجنة أو من أهل الجنة فثابت في القرآن وفي السنة النبوية. الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة النور في عندما تكلم مصطح في حديث الإفك وأراد سيدنا أبو بكر الصديق ألا ينفق عليه مرة أخرى، قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، ثم في آخر الآية قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر الصديق نعم والله أحب أن يغفر الله لي. أين في الآية أبو بكر؟ أخرج لي من الآية أبو بكر. لماذا؟ يلا عايزها بالاسم؟ بالاسم؟ نعم عايز بالاسم؟ نعم. طيب مش القرآن له أسباب نزول؟ القرآن له أسباب نزول أم لا؟ لا. تعرف لماذا؟ لأنكم أنتم ألصقتم الرواية بالآية عزيزي، أنتم ألصقتم الرواية بالآية. أريد الآية فيها اسم أبي بكر. الآن لو أنت تريد أن تلزم هذا ألزمك أن تظهر لي عليا من القرآن الكريم والإمامة من القرآن الكريم الآن. هل ادعينا عزيزي؟ هل ادعينا الآن؟ دقيقة عزيزي، هل ادعينا الآن؟ هل ادعينا أن عليا في القرآن؟ هل ادعينا الآن؟ أنت تدعي أن أبا بكر في القرآن، عليك الإثبات. كل كلمة أنت تدعي أن القرآن فيه أبو بكر، نريد أنك تأتينا صح التعبير بالقضية واضحة، هذا شأن، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت الآن أجبني عن هذه الروايات في البخاري التي تتحدث عن الصحابة، خرج لي إياها تخريجا منطقيا بحيث لا تمس أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة. تفضل. طيب أولا الحديث اللي أنت مسكه وعملت دندن بقالك ساعة، شرح علماء السنة، أنت ما لم أتيت بحديث من عند السنة لابد أن تلتزم بشرح علماء السنة، لا يلزمني فهمك. اشرحه من علماء السنة. تفضل. شرح علماء السنة يقولون
أنهم أصحاب البدع وليس أصحاب النبي المباشرين الذين بالله عليك، يعني الرسول كان من أهل البدع؟ يعني الرسول، لأن الرسول يقول هم مني، هؤلاء مني يا رجل، يعني الرسول كان من أهل البدع؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا رجل، يا رجل، يا رجل، أنت جئت بحاجة دقيقة. أنت الآن جئت بكارثة، أنت جئت بكارثة. دققوا أحبتي، هذه الرواية، الرسول من أهل البدع عندهم. دقيقة، هاك هاك، تفضل اسمع أحبتي فقط، اسمع هذه هم مني، يعني الرسول من أهل البدع، هذه مني في البخاري، مني، إنهم مني. قالهم مني. تفضل، وإما أن تكون كذبت على رسول الله. هذا أمامك، أنا أخرجه أمامك، هاي أمامكم أحبتي، هذه العبارة أمامكم، هذه أمامكم، قال إنهم مني. طيب هذه أمامكم أحبتي، إنهم مني أحبتي. أنت تقول ما موجودة، لحظة، أنت تقول ما موجودة دقيقة، أنت تقول أن المراد أحبتي، لاحظ دقيقة، فأقول هذه العبارة، بالله عليكم فأقول، هذا النبي صلى الله عليه وآله، يا رجل اسكت دقيقة، فأقول إنهم مني، دقق معي، فيقول، جاي دقق، انظر، فأقول إنهم مني، فيقال إنك دقق يا رجل، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. ها، هل الرسول من أهل البدع؟ شيخنا خلنا نضرب ضربة أخرى. هل الرسول من أهل البدع؟ لحظة شيخ، أخونا أبو عمر بس لحظة، بس سوي ميوت، هذا في صوت إخواني الآن. قال أين يوجد يا شيخ يا جعفري، وهذا تدليس، وهذا ما أعرف إيش، وإلى آخر. أنا راح أزيد أكثر من الشيخ الجعفري. هذا أمامكم كتاب البخاري، أمامكم على الشاشة. يقول البخاري أمامكم على الشاشة حرسكم الله تبارك وتعالى، شوفوا الشيعي ماذا يقول. يقول هنا شوفوا أخواني، إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، هنا قال منكم، ويؤخذ ناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي. الله أكبر، يا ربي مني. هدو، لا قال مني، راح أعطيك بابا، راح أعطيك يان اثنين راح أعطيك، اصبر لا لا اصبر، راح أعطيك الحديثين، راح أعطيك، اسمه الشيخ الجعفري هرب من الآية الكريمة لسورة النور، لا حول ولا قوة الا بالله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يا رجل اسمع، طيب اسمع، أزيدك من البيت شعرا. الله سبحانه وتعالى، من البيت شعرا، من الشعر بيتا، قلب، لا، من القرآن، أنا ما أتكلم، لا، أزيدك من الشعر بيتا، شلون من البيت شعرا؟ البيت طابوق يزيدني شيش بنتو، يلا مش معصوم، انا اصلا معصوم بيغلط عادي، يلا. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء. ماذا اسباب نزول هذه الآية؟ ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنك يا ابو بكر الصديق ذهب إلى إحدى مدارس اليهود يدعوهم إلى الإسلام، وكان بها رجل اسمه فنحاس وإشعية، فقال له
فقال الله أبو بكر الصديق ألا تعلم أنه على الحق لما لا تتبعه؟ قال كيف لي أن أعبد ربا فقير، كيف لي أن أعبد ربا فقير؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق أربي فقير؟ فقال نعم، أليست عندكم آية تقول من ذو الذي يقرض الله قرضا حسنا فضعف له حسنات بل ربك فقير ويأخذ بالربا؟ فما كان من أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن غضب لله سبحانه وتعالى فلطمه لطمة شديدة فذهب فنحاص يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو الشخص الذي تدعون أنه منافق يذهب ويدعو الناس إلى الإسلام ويدعو اليهود إلى الإسلام ليدخلوا الإسلام ويكثر صواد المسلمين. أجيبك 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 الرسول يقول بعدي الآن خرجه من بعده جيد ارتدوا على أدبارك القهقراء بعدي بعدي الآن لا نتحدث عن زمان النبي صلى الله عليه وآله. ثبت لنا أن أبا بكر بقي كذلك بعد النبي. أنت مطالب خلاف البخاري. البخاري يقول أبا بكر عمر عثمان بعد النبي ارتدوا على أدبارهم القهقراء. لاحظ هم يتحدثون عن أي زمان ونحن نتحدث عن أي زمان؟ نحن نتحدث عن زمان ما بعد النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ الرواية تقول بعدي يا رجل ارتدوا على أدبارهم القهقراء بعدي. طيب بس لحظة أخونا الحبيب أبو عمر هدوء بس لحظة مو أنت اتهمتني بس لحظة بعد إذنك أخواني هذا صحيح البخاري قبل قليل النبي قال مني ومن قومي. إذا كان هؤلاء من المنافقين فيعني مني ومن أمتي، إذا كانوا من المنافقين يعني يحق لأي إنسان ضد النبي يقول أن أمة النبي منافقة. هو قال مني ومن أمتي، وهذا الحديث الثاني إنهم مني، هذا الحديث الثاني بعد إذنك شيخ. شوف هذا الحديث الثاني سأضع إصبعي على 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 الجرح. شوف إخواني هذا الحديث في البخاري شو مكتوب إخواني؟ تقرأون شيخ جعفر تقرأ سيد ميثم؟ نعم واضحة؟ لا واضحة أنا مش شايفها. هذه شوفها واضحة؟ لا والله لا أراها جيدة. شو ما ترى جيدة؟ لا يريد أن يراها. لحظة لا يريد أن يراها. هذه تشوفها؟ اللهم إيه؟ والله لا أراها. الآن شوفه. قال أجرأت كبر عشرة. قالوا إيه؟ اللهم إيه علي؟ اللهم علي؟ والله ما شايفها. شو مش؟ إنهم مني. أحسنت إنهم مني. لحظة. لا لحظة أنت كذبت الشيخ. يا رجل خليني أتكلم. أنا كذبت الشيخ. والله قلت أتحداك أن تستخرج هذا الأمر وتسجيلك. أنت قلت أن النبي. يا أخي مو أنتم تصلون، والله عجيبة يا أخي أبو عمر. يعني أنت مو تصلي تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات، مو ما يصير. يعني هو شيعي وهو ضدك صح، لكن الظلم مو صحيح. حتى لو إنسان مش مسلم ما يصير الظلم. الآن أنت ظلمتنا يا أخي. يا ابو عبد القادر ما تقول التشفيق. اريد لي دقيقه عبد المزح مالك. تفضل شيخ زين. طيب انا اقبل بما قاله الاخ عمر من ان الايتين نزلتا في ابي بكر لما اراد ان يتوقف ان ينفق على مصطح بن ثاثة البدري الذي طعن في عائشه، والايه الاخرى التي ذكرها والتي تقول ان ابا بكر ذهب الى اليهود فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أنا أقبل بالآيتين، توافقني أخونا العزيز إنهما نزلتا في أبي بكر، تقبل؟ أخونا أنت معي أنا ما تتكلم. لا عبد القادر مع أبو عمر. عبد القادر تقول إيش فيك؟ سوي ميوت أنا قدمك. تفضل أبو عمر.
أبو عمر أنا أقبل أن الآيتين نزلتا في أبي بكر، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يأتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. أنا أقبل، تقبل أنت؟ ها؟ ما جاوب. تفضل أبو عمر. أبو عمر. لا. أنا قابل هاتين الآيتين نزلتا في أبي بكر. ها؟ تقبل؟ يقول لك تقبل. إيه أنا أقبل. هو يقبل لو ما يقبل؟ ماشيني. الآية الأولى، نعم الآية الذي جاءت في سورة النور نزلت في أصحاب الصديق رضي الله عنه. أحسنت. بارك الله بك، إخواني. الآية تقول ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طيب تكملة الآية بعدها شنو؟ ها؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأبو بكر منهم. أبو بكر في صحيح البخاري عائشة تقول لأم رومان تقول لها إن قلت لكم إني بريئة، وتقول لأبو بكر لا تصدقوني والله لقد علمتم ذلك واستقر في قلوبكم. فأبو بكر هو مر مع عائشة بالإفك. أبو بكر ملعون بنص الآية اللي أنت أتيت بها، هاي أولي الفضل منكم. وبعدين الآية تتكلم، اسمع يا رجل الآية تتكلم. راح نقدمك خلي فلشك. عبد القادر أنا أدري أعصابكم انحرقت من الأدلة، بس سوي ميوت. حبيبنا أنا أقدمك أعصابكم، والله أعصابكم. خلي يكمل، أعطيك حبيبنا عبد القادر شيخنا. يا بنت والله هاي السيارة مالتك يا أبو عمر. سوي ميوت. اصبر ابو عمر، نقدمك ونعطيك حقك واكثر. شنو بايت بالسياره تاكل بالسياره الآن. يعني ما تجيني الا السوق الان. الايه تتكلم عن الانفاق. الايه تتكلم. اسكت يا ابو عمر، اسكت ارجوك، اعطيناك كثير من الوقت. ابو عمر رحم الوالديك اركن على جنب ساعه، تترك الفلوس شغل كله شغل ساعة قربة إلى الله، ذابح نفسك، النهار كله جايني بالسيارة، أركن على جنب ساعة خلنا نتكلم، دوختني والله من صوت التايرات وصوت الإطارات. طيب الآن أخواني الأعزاء، هو قال إنه أبو بكر كان ينفق على مصطح بن أثاثة البدري الذي هو من أقارب أبو بكر، فلما خاض مصطح بن أثاثة في قضية الإفك أبو بكر أمسك عنه، نزلت هذه الآية. هل هذا يوافق الآية القرآنية؟ منطوق الآية يتوافق مع هذا الكلام؟ كذب. لماذا؟ لأن الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. طيب أولي القربى هذا مصطح بن أثاثة. بعد والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هذا الإنفاق على ثلاث طوائف وليس على مصطح بن أثاثة فقط. أنت تقول أبو بكر أمسك على المصطح، هنا الكلام عن أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. تخلطت عباس بدباس. أبو بكر أمسك على المصطح، الآن الكلام عن الإنفاق عن أولي القربى والمساكين وابن السبيل. طيب هذه خلصت الآية الأولى. نرجع للآية الثانية مالت اليهود. إخواني لحظة أصبر. نرجع الآية الأخرى، آية اليهود. إخواني ماذا تقول الآية القرآنية الكريمة؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع يا رجل اسكت أرجوك، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسكت يا رجل، اصبر، نعطيك مجال. يا رجل خلي أكمل الرد على الآيتين. أنت أعطيت آيتين، خلي أكمل الرد عليهن وأرد. الآن سيدنا يخافون والله العظيم يخافون. بس لحظة سيدنا،
لحظة سيدنا سيدنا إخواني يخافون إنه السيد ولا الشيخ يردان عليهم من القرآن. إحنا نقبل بالقرآن والله أنا نستدل. نحن أهل السنة والجماعة. أنا حياك الله شيخ محمود. أنا أفرح عندما يستدل إنسان بالقرآن الكريم. يا أهل السنة، يا جماهير برشلونة، يا جماهير الزمالك، يا جماهير النصر، سمعوا سمعوا. شلون شلون أبو بكر؟ نعم شيخنا، بس هاي الكلمة شيخ سعد. يا أخواني فكروا بالعقل، كيف أبو بكر يقطع الراتب عن مصطح بن أثاثة لأنه طعن بابنته عائشة، وهو أبو بكر صدق الطاعن، وتقول له الصديقة أنا ما فيها شيء، وهو الطاعنين. هو يقول للنبي صلى الله عليه اسمع أخواني ماذا يقول له. يقول له ما تنتظر بهذه التي خانتك وفضحتني. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هو أبو بكر طاعن. أعوذ بالله. يمسك على الطاعن، خليه يمسك على نفسه. أعوذ بالله من الطاعن. أعوذ. لا أحد صحيح ولا صحيح. أعوذ بالله. شوفوا أخواني الأعزاء فاضل، هذه الآية القرآنية الكريمة التي جاء بها. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخره. يقول هذا أبو بكر ذهب إلى اليهود، هذا ذهب إلى اليهود وقالوا له إن الله فقير وإن الله يستدين إلى آخره. طيب أنا أصدق بهذا الكلام، ماشي أبو بكر راح لليهود. طيب أنا عندي هنا رواية، والرواية لها عدة طرق، والرواية في سير أعلام النبلاء. إخواني سير أعلام النبلاء هذا أمامكم على الشاشة. شوف أبو بكر ماذا يفعل. دقيقة سيدنا. نعم حجي. يقول كان قيس بن سعد يطعم الناس في أسفاره مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان إذا نفد ما معه تدينها. والله ما سامعين هاي الرواية أنتم يا سلفية، والله ما سامعين. كمل سيدنا كمل. ينادي في كل يوم هلموا إلى اللحم والثريد، ينفق على الصحابة. قال ابن سيرين كان سعد ينادي على أطمه من أحب شحما ولحما فليأتي، ثم أدركت ابنه مثل ذلك. ثم يقول وعن هشام بن عروة عن أبي قال باع سعد كذا كذا إلى أن يقول الرواية اللي قبلها. يقول كان سعد يستدين ويطعم، فقال أبو بكر وعمر إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه. فمشيا في الناس، فقام سعد عند النبي صلى الله عليه وآله وقال من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب، يبخلان علي ابني. هذول ايش بيهم؟ يبخلون عليه ماذا؟ ابنه. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أبو بكر وعمر يعني أبو بكر يمنعان الخير سيدنا؟ هم البخلاء وليس اليهود البخلاء، بل هم البخلاء، هم يبخلون ويأمرون الناس. أبقوا معي جميعا أخوان، سوف نستمر على البث. ولكن يا أخواني أنا أدعو شيوخ السنة بوجود الشيخ الجعفري والسيد ميثم اللي عنده آية واحدة من القرآن الكريم، هذا القرآن بين أيدينا، أريد آية واحدة تقول رضي الله عنهم أجمعين، آية واحدة من القرآن الكريم. الآن الأخوة كم آية؟ وأتحداهم أن يأتوا بأي آية ويستمروا، نفكك العبارة ويستمروا في نقاش هذه الآية. سوف نبقى في هذا الموضوع الخطير أن أبا بكر يبخل الناس في الإنفاق في سبيل الله، موضوع خطير جدا، ولكن هذا ما يسمح به الوقت من شاشة الحجة الفضائية. موعدنا يوم غد، إلى يوم غد سوف نبقى نبث على شاشة كلمات المواقع التواصل الاجتماعي، لكن من شاشة الحجة الفضائية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حيا لا تنسنا حق وعد.